السلام عليكم الناس، مرحبا بكم معنا ان شاء الله فيديو جديد. اليوم غندير لكم البنات واحد الملاقيه خفيفه. انا درت لكم هنا اللون الاحمر وكندير الالوان مختلفين باش تجي الخدمه واضحه. والكريستال من طبيعه الحال اللي هو النمره 3، جبال المهم هذا النمره 3 في الذهبي. المهم باش يجيكم باين على اللون مختلف على اللون ديال الثوب باش يجي باين. نبداو على بركه الله. اولا غنجي هنايا يا البنات وغادي نشد عادي هاد الخيط ديالي. المهم انا برمى الخيط على 3 كما قلت لكم. دابا غادي نجيب عقيقه هي الاولى باش كنبدا، وكل واحد الطريقه ديالو في البدايه. واخا تشوفوني انا دايره شي حاجه، المهم كل واحد يبدا بالطريقه اللي كتجيه سهله. ندير على هذا الشكل وغنمشي بطبيعه الحال للجهه المقابله ديالها باش نثبت الخدمه ديالي على هذا الشكل. المهم انا ثبت العقيقه، غنجي هنا في هاد البلاصه وغندير غرزه الرندة عاديه. ها هي على هاد الشكل، هذا باينه باين على هاد الشكل. وغنتقل هنايا، نخلي واحد شويه ديال المساحه وغادي ننتقل هنايا. مساحه غير قد العقيق، قد العقيق. غنجي هنايا بطبيعه الحال، شفتوا؟ وهنا عاوتاني غادي نشد غرزه ديال الرندة العاديه. هيا على هاد الشكل هذا، شفتوا؟ دابا عاوتاني غادي نجيب عقيقه. خديمه كتجي الصراحه خفيفه وزوينه. دابا فاش كنجيب البنات العقيقه ديالي هانتوما، الصراحه هاد الخديمه كتجي زوينه. تقدروا تطبقوها البنات بالعقيق الصغير بالعقيق المهرس، انا فضلت نصايبها لكم بهاد بالكريستال. هانتوما على هاد الشكل هذا، بلاتي هانتوما على هاد الشكل هذا. غنجي عاوتاني هنا وغادي ندير غرزه الرنده عاديه هنايا في هذا المكان. هانتوما البنات، الصراحه سمحوا لي التصوير ديال الرنده كيغلبني شويه الصراحه. هانتوما عاوتاني نفس المساحه اللي كنخلي هنا كنخلي هنا عيني ميزاني. عاوتاني غنجي هنا، المهم كنخلي قمت العقيقه تقريبا باش الخدمه ديالي ما كتجينيش مشنقه. هانتوما على هاد الشكل هذا، الخدمه ديالي خصها تجيني شويه مرتاحه على هاد الشكل. عاوتاني غادي نجيب عقيقه. كما قلت لكم اي نوع د الحقيقة بغيتو ديروه ديروه الصراحه، ماشي مشكل. المهم واللي بغى يتعلم البنات دائما يدير غير العقيق العادي اولا العقيق اللي كيكون شايط لينا من طبيعه الحال. ضروري حتى كنتعلموا ونشدوا في يدينا طريقه الخدمه عاد كنبداو التطبيق. راه كاين اللي كتجي كتبدا التطبيق مباشره في الجلابه وفي الاخر كتدقع عوجاتها. دائما التطبيق تيكون في طريف، فهمتوا؟ التطبيق غير في طريف صغير، من بعد ديك الساعه راه حنا كنديروا التطبيق في بياسه كبيره على هذا الشكل البنات. عاوتاني دائما كندير غرزه هنايا، ها هي على هذا الشكل. ونجيب عاوتاني عقيقه. العقيق هذا عندي النمره 3، اللي بغى يدير النمره 4 يدير على هذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا غادي ندير عاوتاني غرزه الروندا عاديه. البنات اللي غيسولوني يقول لي علاش ما كديريش فنيته من هادشي وفنيته من هادشي، راه ما ولفت انا كندير فنيته وحده هنا لتحت فقط. مهم هي مساله ديال الولف وصافي والطريقه ديال الخدمه. هادي الطريقه باش كنخدم، وكل واحد على حسب في الاول كيفاش تعلمتو تخدمو، اولا المعلمه اللي وراتكم نهار الاول الطريقه ديالها هي باش كتمشيو الخدمه ديال الرنده كامله. مهم طريقه وحده. المهم انا هذه هي الطريقه باش تعلمت، بقيت غاده بنفس الطريقه. المهم الاحتراف كيعلم الاتقان والمده بطبيعه الحال. بنادم اللي هو سنين في الدومين راه تي بزاف ديال الاخوات تيقولوا لي واحد الحاجه مهمه، تيقولوا لي راه حتى الرنده كتخدميها. شنو اللي كيخلي الانسان يتعلم كل شيء؟ اولا غلاء، الغلاء ديال كل شيء. ما يمكنش انت كل شهر مشي هي جلابه ولا مشي هي قفطه، كل شهر تمشي تعطي 600 درهم 700 درهم بيعتها وانت غير جالسه في الدار. بالعكس تعلمي وخدمي راسك ونوعي وشكلي في الموديلات،
حتى الفقر تيلعب دور، تيخليك تعلمي بزاف ديال الحوايج اللي غتخلي يخليوك تنفعي بهم راسك الصراحه. المهم هذه نصيحه، هانتوما البنات هانتوما الا لاحظتوا مزيان خيط كندير فيه العقيقه وخيطها هو تيبقى خاوي، هانتوما لاحظتوا شوفي مزيان واش هاد واش باين ليهم، باين خيط كنديروا فيه العقيقه وخيط كيبقى لينا خاوي، كتجي على شكل مثلثات كتجي زوينه الصراحه. المهم انا نزيد معاكم هنايا على هذا الشكل، هذا كما قلت لكم اي حاجه بان جالس نتعلم اي حاجه، نتعلم الرهضه نتعلم كروشيه نتعلم الطرز والتنبات تا هو تنديرو، المهم راسي كندير كلشي لراسي، ما نحتاجش عاد نمشي نعطي شي طرازه طرز ليا ولا هذا، لا نطرزها كما بغيت انا وباللون اللي بغيت وبالطريقه اللي بغيت، حتى وحده ما دير لي نفس الذوق ونفس الحاجه كما خيلتها انا، ما غديرها لك حتى وحده. بما انا كنهضر على نفسي كنشوف شي موديل وكنخايلو كيفاش غيجي وباللوينات ديالو بطريقه الخدمه، كتعطي شي واحد ما كتخدموش لك بالاتقان اللي كتكوني بغيتيه انت. اللهم نتعلمو ونخدمو ونطبقو داكشي اللي حنا فكرنا فيه، كيجيك التطبيق ديالو عاوتاني ساهل ملي كتكوني معلمه على هذا الشكل البنات. المهم نفس الفراغ اللي تنخليه هنا هو نفسه هنايا، نحاول غير بشويه البنات، الخدمه دائما كتبغي شي شويه الخاطر، وهاد الخدمه والله الا البنات ساهله وزوينه. انا خدمت بالخيط على ثلاثه، اللي بغات دير الخيط على جوج ديرو كيجي زوين، حتى اللي ملي كيكون داك التويبات ديال البرده البنات غلاضين ديريهم بالخيط على اربعه كيجي زوين، غير هو ديروا معاهم العقيق النمره شي شويه كبيره كيجي زوين. المهم هاد الشيء اللي كاين هانتوما نقرب نكملها، كتجي الصراحة زوينة خديمة خفيفة. عرفتي هاد العقيق راه تيبان ليكم النمرة ثلاثة، راه كاين شي وحدين راه متيدخلوش حتى البرا الرقيقة مكيدخلوش، كتلقاو ديك العوينة عندهم مغمضة كيبقاو عاد تيقطعو الخيط. المهم فاش يشريوها يجربوها البرا، شري خيط نمرة ثلاثة وشريتي برا. المشكلة إلا جيتي تبقاي تخدمي بداك البرا الرقيقة عاوتاني كتبقى تعذبك، فاش كتجي تدخلي الخيط كتعذبك البرا الرقيقة. المهم البنات هانتوما دور هكا دور على العرض باينه. المهم البنات هذه زوينه الصراحه، باينه المهم هي كتجي زوينه. وخدمت لكم هنايا اختها تقريبا مختلفه عليها واحد شويه، هاي وحده راه انا شاركتها معكم هي في الزرق، هاي انا شاركتها معكم تقريبا مختلفين في الخدمه، ولكن هذه بالعقيق مكركب على هذا الشكل، هذه الصغير وهذه عفوا بالكريستال، واللي بغات دير الصغيره تجي جلال تجي احسن، هذه الصغيره كتجي بجلال فن تخدموها كما قلت لكم، هذه غتخدميها بالجلابه كامله بالملاقيه بالهبطه بكل شيء غتجي زوين، حتى هذه مهم الصراحه راه غتجي زوين. يلا بسلام عليكم.